وللمزيد حول الخطاب الذي أرسلته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المجزرة التي وقعت في قرى بالمقدادية في محافظة ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق إبراهيم العجيلي. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. شكرا جزيلا، تحياتي لك وإلى جميع مستمعي محطتكم الطيبة الشريفة في كل أنحاء العالم. أهلا بك. شكرا. أستاذ إبراهيم، بداية، أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ما الهدف الذي أردتموه من هذه الرسالة في وقت يعني كما تعلم تقيم فيه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق؟ والله حقيقة الأمر يعني أنه الوضع تطور نحو الأسوأ، خصوصا في اتجاه التصفيات للعنصر الآخر، للعنصر العربي، واستهداف السنة وتطهير البلد من سكانه الأصليين. ازدادت عنفا وازدادت شراسة في الفترة الأخيرة، والمثال على ذلك هي قرى المقدادية في محافظة بعقوبة اللي تعرضت لها من قسوة وعشية. وحبينا أنه نجلب انتباه العالم ونحرك ضمائر الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية للتدخل ودراسة الموضوع وإسناد الشعب العراقي والرد الحيف عن هؤلاء الناس الأبرياء الذين يتعرضون ليس فقط للعنف الجسدي، إنما حتى تدمير محاصيلهم الزراعية وحيواناتهم ونهب ثرواتهم الشخصية. هذه أمور أصبحت الآن متجذرة وأصبحت خطيرة وتنذر بخطر واسع بعد جرف الصخر وبعد ما جرى للموصل والفلوجة، ومن ثم هناك تحت الإنذار محلة المشاهدة، قرى المشاهدة غرب شمال الكاظمية، وكذلك ما يحصل الآن في قضاء المقدادية. نعم. فردنا نستثير العالم وجهات نظر. طيب. العالم في كل مكان. يعني حتى الاتحاد الأوروبي احنا بودنا أن نلفت نظر العالم إلى ما يحصل لشعبنا على أيدي سيد الميليشيات الطائفية. سيد إبراهيم، لماذا هذه الرسالة كانت للأمين العام للأمم المتحدة وليس لممثلته في العراق؟ ممثلتي في العراق، احنا عندنا تجري أمور لا تستطيع هي أولا أن تمسك أطرافها ولا تستطيع أن تلقي الضوء عليها، فضلا عن هناك رؤى كثيرة من الملاحظات على سلوكها وتصرفاتها، وكأنها لا ترى ولا تسمع ما يحصل للشعب العراقي، وكأنها لا ترى الدماء، وكأنها لا تعرف عن الضحايا، وكأنها لا تعرف عن المخطوفين والمسجونين والمغيبين قسرا. ولذلك احنا ما ملزمين يعني ان نناشد طرف واحد، احنا نناشد هيئه الامم المتحده وامينها العام مباشره، هذا هو السبب يعني. طيب، ما شكل التدخل الذي تنتظرونه من الامم المتحده لوقف هذه المجازر ضد المدنيين العزل في ديالى استاذ ابراهيم؟ والله الامم المتحده وهيئاتها الدوليه لها مواقف مشهوده في مناطق كثيرة من أنحاء العالم لإيقاف مثل هذه المجازر والتدخل وإنصاف المظلومين والتدخل لإيجاد حلول ناضجة ناجحة للخروج من الأزمة. شعبنا يتعرض للاضطهاد ليس على يد حكومة عراقية وليس على يد عراقيين، إنما تدخل أجنبي صد وقح يطال أرواح الناس وأموالهم وممتلكاتهم، ولن يتوانى حتى الأطفال والنساء. فلذلك احنا ملزمين أن نعلم الهيئات الدولية بحكم مسؤوليتها الإنسانية. يعني أيضا بالنسبة لاستمرار محاصرة واستهداف بعض القرى في المقدادية، كيف ترى الدور الذي تلعبه الحكومة لوقف هذه الانتهاكات؟ هذا للأسف الشديد لحد الآن لم نلمس موقف جدي ولا حتى صوت ولا حتى شجب ولا حتى استنكار لهذه الأوضاع. يعني المفروض الحكومة تتدخل تدخل مباشر لإيقاف هذه الأزمة والحيلولة دون سقوط الضحايا والحيلولة دون التجاوز على ممتلكات الآخرين وعلى أرواحهم وحقوقهم. احنا مستغربين موقف السلطة المركزية
ليش لحد الآن هي ما متخذة إجراءات، ولحد هاللحظة المنطقة تتعرض للعنف وتتعرض للضرب والاضطهاد والتعسف لحد الآن. أيضا كيف ترى تصريحات قيس الخزعلي وأبو علي المهندس أمس، والتي كما تعلم حملت تهديدات لفئة معينة من الأهالي في المقدادية؟ يعني هل الخطر لا زال داهما على المدنيين العزل؟ فأنا أعتقد هو هذا الخطر بنفسه بعينه، لأن هؤلاء الأشخاص هم قادة هذه الميليشيات، هم المتنفذين الآن القادرين على إزهاق الأرواح في أي مكان يعني من العراق للأسف الشديد. يعني ليس لديهم واعظ من الإنسانية وواعظ من الضمير، ولا أدري إلى أي مدى هم ينظرون إلى التعميق في إراقة الدماء وقتل الروح البشرية واستنزاف البشر. فلا أدري يعني هل هناك دين في العالم يبيح للشخص يسمح له أن يريق الدماء أو يسكت عن إراقة الدماء وهم رجال دين ومعممين؟ هؤلاء الأشخاص بالأخص الذين يقودون الآن أجنحة من هذه الميليشيات ليس لديهم واحد من الضمير. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي، شكرا جزيلا لك.